جدد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تقديم عظيم الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه بمناسبة إطلاق جلالته مسمى عام الشباب البحريني على العام الحالي. نعم، جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي عقد برئاسة سموه وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأصحاب السمو المعالي والسعادة أعضاء المجلس. خلال الاجتماع تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد تقرير الهيئة العامة للرياضة من سمو الشيخ خالد بن حمد، حيث استعرض التقرير إنجازات الهيئة العامة للرياضة منذ تأسيسها في مايو العام الماضي، والذي احتوى على تفاصيل زيارات سمو الشيخ خالد بن حمد الميدانية للأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والنتائج التي تحققت من وراء تلك الزيارات، إلى جانب عرض الأداء الإداري لمختلف إدارات وأقسام الهيئة والمنجزات التي تحققت في سبيل خدمة المؤسسات الرياضية في المملكة. وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد لمواصلة الارتقاء بالرياضة في المملكة، كما تم طرح مشروع إنشاء الحديقة الأولمبية والتي تأتي تكاملا لسلسلة مشاريع البنية التحتية لتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وستتضمن الحديقة العديد من المرافق المبتكرة والتي ستستقطب الزوار وتساهم في تنشيط السياحة الرياضية في البحرين، إلى جانب تخصيص منطقة داخل الحديقة لإبراز إنجازات الرياضيين المتميزين. حيث أشاد سمو الشيخ ناصر بالمقترح ومؤكدا أن هذا المشروع يمثل إضافة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة وتنشيط السياحة الرياضية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، حيث وجه سموه لإضافة مقترح الحديقة الأولمبية ضمن مشروع المدينة الرياضية في منطقة الصخير. بعدها تم تقديم عرض متكامل لمشروع المدرسة الرياضية من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى تطوير قدرات الطلبة البدنية والمهارات المعرفية من خلال مناهج رياضية وتدريبية وتعليمية حديثة ومتطورة. وتناول العرض الخطة التنفيذية للمشروع وخطة سير الطالب الرياضي في المدرسة الرياضية، كما تمت مناقشة ملف فتح منشآت المدارس للرياضيين، والذي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من نظام التسجيل الإلكتروني لتوفير المنشآت التابعة للوزارات والمؤسسات الرياضية في المملكة. وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الأطراف المعنية لبحث آلية توفير المنشآت التابعة للوزارة، حيث كلفهم سموه للتوافق والوصول لصيغة تتناسب جميع الجهات ذات العلاقة وفق الأطر القانونية والرسمية والتي تلبي التطلعات وتخدم المصلحة العامة. بارك سموه مشروع المدرسة الرياضية الذي قدمه وزير التربية والتعليم، والذي سيتم تطبيقه في المرحلة الإعدادية وزيادة الحصص الرياضية في المدارس، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل التكامل مع القطاع الرياضي في المملكة تحقيقا لأداء التنمية المستدامة والمساهمة في النهوض بالرياضة المدرسية التي تمثل رافدا أساسيا للمواهب الرياضية. فيما قدمت وزيرة الصحة عرضا عن مشروع صندوق الضمان الصحي ودوره في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة، مشيرة إلى دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة التكاملي في تعزيز ونشر الصحة كثقافة في المجتمع من خلال اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، حيث أثنى سموه على مساعي القطاع الصحي في هذا السياق.